باش تنوه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة على كل ما نجزو وكل ما قاعد ينجز فيه في خدمة هذا الشعب وخدمة هذا البلد. الساحة الوطنية في الجزائر كذلك من مواطنين وجمعيات وسياسيين تتعلى فيها أصوات وهي عديدة تطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باستمرار المسيرة والتضحية في خدمة الجزائر. ونحن أبناء وبنات التجمع الوطني الديمقراطي نعرف أن عائلتنا السياسية منذ تأسيسها في 97 عائلة دائما تجعل نفسها في خدمة الوطن وتجعل نفسها في خدمة المصلحة الوطنية، عائلة كانت وتبقى وستدوم إن شاء الله في معسكر الجزائر التي تتقدم، عائلة موجودة وستبقى وستدوم إن شاء الله في معسكر الجزائر، جزائر الأمل والعمل والتضامن. هذا موقفنا من سنة 1997 وخاصة منذ سنة 1999 ونحن باستمرارية بجنب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الله يطول في عمره. وما دام موضوع الرئاسيات لنا السنة كذلك في التجمع الوطني الديمقراطي وأنه موضوع تقرر فيه أعلى هيئة ما بين مؤتمرين وهو المجلس الوطني وهو أنتم، هكذا تصرفنا من 99 إلى 2004 وكل مواعيد، فكان علينا أن نقوم باستشارة بعضنا بعض، استشارة حول الوقت وحول الموقف. استشارة حول الوقت أدت بنا إلى خلاصة أنه حان الوقت لاتخاذ الموقف، لأن الدورة المقبلة ستكون في ديسمبر أو في جانفي، معناه بعيدة ومعناه قريبة بزاف من محطة استحقاق لربيع 2019. وكذلك الاستشارة مشات حول الاتجاه والموقف، وأنا سعيد أعلى السعادة أن أقول في هذا المجمع قبل القرار الرسمي غدا عند إخراج لوائح الدورة أن المجلس الوطني يمكنني أن أقول بإجماع تام ماشي باش يناشد المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في مهمته وفي خدمة الجزائر.